مرحبا اخواني. السيارة اللي معي اليوم سيارة مميزة، المايباخ، ومش اي اصدار مايباخ. اليوم تغيرت مايباخ وصارت تحت شعار مرسيدس. هي كانت منبثقة من مرسيدس، لكن بهذا الموديل انفصلت بفترة معينة بموديلات اثنين، كان موديل ال57 وال62 اس. تحديدا هذا الموديل موديل ال2011 والاصدار الطويل اللي هو ال62 اس، بمحرك 12 سلندر سعة 6 لتر، بيعطينا تقريبا 613 حصان. 613 حصان على العجل، قمة الفخامة وقمة التكنولوجيا الألمانية. خليكم خلينا نشوف من جوا الإضافات. وبالعادة أنا ببلش من حوالين السيارة، اليوم راح أبلش من الكرسي الخلفي، لأنه الكرسي الخلفي هو المكان رجل الأعمال يقعد فيه. خليكم معي. أول ما تفتح الباب بتشوف هذا المنظر. الباب الخلفي عبارة عن، يعني دون مبالغة، عبارة عن بابين سيارة، حجمه كثير كبير مقارنة بالسيارات الثانية. بتفوت هيك على مكان جدا جميل، الإنارة، طريقة التوزيع الجلد الموجودة بالسيارة. خلينا نبلش بالأوبشن اللي موجود على الباب. أول شيء بنشوف هون التحكم كامل بالكرسي بالظهر، الكبسة من هون، هاي بترفع حتى الرجلين اللي موجودين على الكرسي اللي أنا فيه. شوفوا كيف هيك، فعلى فوق تطلع لقدام حتى تعطيني مسند رجلين. شايفين كيف؟ نفس الاشي ترجع لتحت. إذا بنطلع هون في تدفئة وتبريد للكراسي نفس الوقت، وهون في عندك ثلاثة ذاكرة للكرسي الخلفي بس، يعني أي حدا يركب من العيلة الكريمة أنت بتتحكم بالكرسي من هون. لما تطلع فوق على السقف في عندنا فتحات تكييف، بدي أعدلكوا كمان فتحة تكييف فيها. هي واحد هون، ثنتين موجودين تحت عند الكراسي الخلفية لورا، عندنا ثنتين موجودين هون، وبرضو في عندكم على العمود الوسط واحد هون وواحد هون. السقف هو لحاله حكاية. لو جينا نكبس هون، شايفين هاي الكبسة اللي هون، طلعوا على السقف شو بيصير، بيعتم. هاي الجزئية السقف فيه نظام بيخلي، يعني هو ما في برداي، ما في اشي بيغطي من فوق، بس لما تكبس الكبسة من هون بيدخل الضوء وبنفس الوقت بيعتم الضوء، يعني هو ما في اي اشي يسكر، هو نظام الكتروني موجود بالزجاج اللي موجود هون. لو نجي للوسط طلعوا هون، هون في عنا عداد السرعة، انت قاعد ورا والشوفير بيسوق فيك، تقدر تراقب سرعته من هون. طلع هون بالوسط في عندك الساعة عشان تعرف الوقت، وهون درجة الحرارة اللي هي داخل السيارة الآن. هون زائد إنارة موجودة عندك بالجهة هاي وبالجهة هاي. شوفوا لي المنظر هيك من الوسط، هذا المكان اللي انت تحب تكون فيه وشوفير يسوق فيك، مع وجود شاشتين على اليمين وعلى الشمال. والقصة ما بتنتهي بس هون، عندك التكييف موجود بالوسط هون تتحكم فيه، دول زون للجهتين اليمين والشمال. هون في عندك مكان جيبة تحط فيها أغراض. طيب خليني أفرجيكم الباب مرة ثانية. هون على الباب بس تفتح تلاقي شغلة مميزة، تلاقي هون في عندك مكتة بهذا الشكل مكتوب عليها مايباخ، عشان تفرجيك الرقي اللي انت فيه. طبعا هي مغناطيس هون، يعني لما بترجع مكانها مغناطيس. نتطلع هون بالجزئية هاي، نفتح الباب شوي افرجيكو. هون في عندنا جيبة كبيرة لتخزين اشياء وملفات، وهون بس نفتح بفتح عندنا جيبة ثانية سوفت. النظام الصوتي الموجود بالسيارة هو البوز. ولما تطلع ورا، خليني افرجيكو الكونسول هيك نلف عشان تشوف المنظر. هون هون في عنا، تفتحوا هيك بتلاقوا كاسات العصير، كاسات العصير. هون في عنا السنسور عشان يشوف السائق من قدام، والإنارة. لما نفتح بالجهة هاي بنشوف تحكم الدي في دي الموجود، الشاشات الثنتين اللي ورا. وهون في عنا برضو نفس الاشي عشان السيديات. وهون في عنا جيبة فيها كاستين،
طبعا الكاسات موجود عليهم لوجو مايباخ. لو جينا للجزء الوسط اللي هون، فرج، في عنا تليفون وريموت كنترول للشاشات وللبرادي الموجودة عنا. شوفوا هون، تحكم فيها من هذا الاتجاه، ومن هون، وبالسقف برضو بفتحة السقف الموجودة هون، والبرادي الجانبية شايفين أو الستائر الجانبية عشان إخواننا، والتليفون موجود عليه لوجو مايباخ بالوسط. بننزل هيك، لما نرفع الكبسة الثانية من هون بنلاقي الثلاجة، ثلاجة جوا السيارة بالوسط، رقي يعني لازم يكون رجل أعمال مرتب. لما بنفتح هون رفعنا هذا الوسط، خليني أفرجيك شغلة، أنت جالس تعمل هيك، خليني عشان أرجع أنا لورا تقدر تشوفه، شوف الطاولة هاي، تحط عليها لابتوبك أو الأشياء اللي أنت ماشي فيها، شايفين هون مكانه. وبترجع مكانه. بالجهة الوسطى هون شايفين في كبستين، وهون سحر سحر سحر. هون صراحة هون الكبستين هذول سحر، هسه بتشوف ليش. بنفتح الأولى بيطلع لنا مكان الكاسات اللي شفتوهم فوق هون، شايفين هون كيف؟ وبترجعها هيك، وبترجعها هيك، بتكبس على الكبسة الثانية بيطلع اثنين كب هولدر، شايفين كيف عاملين؟ يعني أول كبسة بيطلع لنا مكان للكاسات الموجودات هنا، كاسات العصير حكينا عنهم. وهون تكبس الكبسة الثانية بيطلع لك مكان لكاسات كب هولدر، فنجان قهوة أو إشي ثاني. طلع تحت في مكان لشاحن، والجزء الأجمل إنه الكراسي زي ما فرجيتكو هذا الجزء يتحرك. يفرجيكو هيك، حاول أفتح لكم الكرسي للآخر وتشوفوا هذا كرسي اللي قدام السايق، هذا الكرسي طبعا من هون شايفين. اذا كبسنا هاي الكبسة انت بتقدر تبعد كرسي اللي جنب السايق، شايفين الكرسي اللي جنب السايق عشان توفر مساحة لك. لما تكبس هذا الكبسة الثانية بتحول للكرسي اللي ورا، فبتشوف كيف بتحرك كامل، شوفوا كيف بنزل بنزل لحد ما يصير زي التخت. حرك الجزء الخلفي منه، شوفوا هون، مع ركاية رجلين، شوفوا كيف. بنرجع الكرسي، شوفوا المنظر كيف. هسا هون طبعا هاي الكره بتعطينا زي نظام الرولز رويز اللي هو الاناره على سقف السياره كامل موجوده هون بالوسط، زائد انه في عندنا جيبه بالوسط هون تقدر تحط فيها محارم، هون شايفين حتى عاملين الباكيت المحارم هون موجود، وبنفس الوقت في عندنا جيبه ثانيه موجوده هون. الجزء الامامي اللي هو مخصص للسائق، بالعاده سيارات المايباخ ال 62 او الاصدار 62 بيكون في هون فاصل للشوفير، ولها هذا اصدار خاص ومشيول عنه الفاصل، يعني معمول لشخص معين بهاي الطريقه. راح افرجيكم قدام كيف التحكم بالسياره والتحكم حتى بالخلف، طبعا هاي مع شوفير يسوق فيك. تعالوا نشوف، طبعا نسيت افرجيكم شغله كثير مهمه، طبعا كونك رجل اعمال فاكيد ما راح تسكر الباب بايدك، خصوصا انه الباب طويل زي هذا. بتكبس من هون فوق، بسكر الباب لحاله وانت قاعد هون. خلينا ننتقل للجزء الامامي اللي فيه برضه مواصفات جميله، خليكم معي. نيجي نشوف الجزء الامامي من السياره، هذا الجزء الجميل اللي مشترك من الاس كلاس مع انه مختلف كثير عن الاس كلاس. يعني من الوهلة الأولى أنت بتحكي هاي السيارة اس كلاس لأنه الستيرنج نفس الإشي، مع أنه من مرسيدس و
والجزئية الأمامية اللي هو المقصورة الأمامية نقدر نحكي، لكنه في اختلافات كبيرة بالذات بالمحرك والأشياء. أول ما تنتبه على الباب في مكان لخمس وضعيات كرسي، بالعادة بتلاقي بالسيارات ثلاث، هون موجود خمسة زائد تكييف تكييف وتدفئة للكرسي الأمامي اللي هو كرسي السائق، زائد التحكم الطبيعي اللي هو القزاز الكهرباء إلى آخره. يعني هون نسبيا، وفي عندنا هون جيبة موجودة هون، وعندنا جيبة موجودة هون. لما نفوت فرجيكو عندنا شعار المايبخ بالوسط بذكرنا الستيرنج بالاس كلاس، بس هذا بيختلف كثير عن الاس كلاس. الخشب هون خشب طبيعي وهذا جلد طبيعي الموجود على الستيرنج، زائد الكبسات محفورة حفر بال يعني الاتجاهات كبسات التحكم بالليزر على الخشب مع تذهيب هون موجود ذهب، طبعا هذا كاستوم انت بتطلبه من الشركة. وهون موجود شايفين الشاشة الرئيسية والعداد اللي جاي عكسي، يعني انت بتفكر انه هو طالع، بهذاك الوقت كان اشي كثير، لكن اليوم صار في عنا الشاشات الديجيتال غطت على هاي الامور. لما نيجي للكونسول الوسطي، هون الكونسول موجود فيه سي دي وقنوات الراديو وتحكم التليفون وموجود النافيجيشن والخارطة ولا. لما نيجي نفتح من هون، طلع هون هذا كوب هولدر للسايق وهذا كوب هولدر اللي بجنبه، شوفوا طريقة الفتح كيف. وعلى الجير في عندك ستارت وستوب انجن، من هون تقدر تطفي المحرك وتشغله. وهون في عندك السنوبرصات الاي اس بي اوف والتتابع، بهذاك الوقت سيارات كثير ما كان فيها نظام الحماية من التتابع، بهاي السيارة كان موجود. وعندنا نظام التكييف والطفاية والعطر، عفوا حتى عطر بالسيارة كان فيه، والبارك سنسور والركايات الخلفية. وهنا شغلة حلوة، شوفوا هون الركايات الخلفية تكبس بيطلعوا لفوق إذا بدك ترفعهم، حتى تحكم من هون، وإذا بدك تنزلهم تكبس هيك. يعني مثلا أنت بدك ترجع ريفيرس بدك تطلع لورا، بتقدر تنزلهم ترفعهم من هون. وهون نظام الاصطفاف الاوتوماتيكي بهذاك الوقت. لو جينا للجزء هون، هون في عنا جيبة بالوسط، جيبة خفية موجودة بالروديتر بالفتحات التكييف مش الروديتر. وهون نفس الاشي بالنسبة للكرسي الثاني، موجود هون عنا جيبة صغيرة فيها التليفون بيطلع لنا اوتوماتيكي، شايفين تكبس مرة ثانية عليها برجع التليفون لجوا. طبعا هون الجيبة الرئيسية الثانية. وهون بهذا الجزء بذكرنا انه هي مايبخ، شايفين مايبخ مانيفاكتشر على الكراسي، كراسي جلد طبيعي كاملة مع تحكم كامل. شوفوا المقصورة ورا كيف صورة اكثر من رائعة. حكينا عن الاوبشن الموجود بالسيارة الداخلي لانه هو فعليا الذي يأسر القلب. تعالوا نحكي عن السيارة من برا ونفرجيك فيها من برا. من برا هذا الشكل الهجومي تبع مايبخ، اللوجو تبع مايبخ 2M، شايفين M وM ثاني موجود هون مكتوب مايبخ. واذا تطلعوا مش بس لهون توقف المعلومات، يعني حتى بالعدسة تبعت الضوء حاطين اللوجو تبع مايبخ. الإنارة أدابتف تتحكم يمين وشمال باتجاه الستيرينج، وبنفس الوقت للضوء العالي والواطي بالنسبة للسيارات الثانية، مع وجود رادار التتابع بالجهة هاي بالسيارة. السيارة حجمها جدا كبير، يعني السيارة اللي هون الرولز رويس فانتوم اللي بجنبها اللي هي المنافس الشديد كانت لهاي السيارة، يعني هذول منافسين لبعض. فإذا بنطلع على طول السيارتين هما شبه بعض تقريبا، يعني بس شوية بوز الفانتوم شوي أعلى وضخم شوي، شايفين طلعوا هناك انسيابي أكثر، هنا مش انسيابي مع شعار الرولز رويز هون وهناك شعار المايبخ. تعالوا فرجيكم الجزء الخلفي، طبعا هاي شعار انه 62S الموديل اللي معنا اللونج ويل بيس اللي هو الطويل. طلع من هون، تعالوا فرجيكم عجال المايبخ اللي هون، المايبخ
مع ضوء الأحمر. الإشي الرائع أو الإشي الغريب، ما أقدرش يعني، هو رائع وغريب بنفس الوقت. إذا نشوف العجل الأمامي، العجل الأمامي عليه 2 كاليبر مش واحد. استنوا خليني أضوي عشان أفرجيكم كيف. عندنا 2 كاليبر، عندنا واحد عليه 2 بيستن موجود هون بهذا الاتجاه، وفي عندنا واحد ثاني هون. طبعا محرك زي هذا بوزن، وسيارة بهذا الوزن، محرك 12 سلندر ل 600 حصان، بده أقل إشي 2 أو 4 كاليبر يوقفوه زي ما هم حاطين. طبيعة الحال رح يعملوا هيك. وهون في مكان، إذا أنت كنت بهيئة دبلوماسية أو رسمية تقدر تحط الأعلام في مكان لهم، واحد هون وموجود واحد بالاتجاه الثاني هون. بالعادة تطلب الناس سيارة بلونين، لكن هذا الإصدار بالذات انطلب بلون واحد بناء على طلب الزبون. وهون في شغلة كثير كويسة، تعرف أرجيكم إياها. على السقف هون في عندنا خلايا شمسية، هاي الخلايا الشمسية لما تنزل من السيارة وتطفيها بتظل متحكمة بالتكييف، وبتشغل تكييف السيارة وتبريده، عشان لما ترجع انت على السيارة بتلاقي السيارة باردة. واخواني اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب. السلام عليكم.